سيد رعد الكنعان، خبرني من يكون سيد رعد الكنعان. رعد الكنعان يعني شاب من سوريا درست الاقتصاد وللأسف يعني ما كفيت الدراسة واضطريت يعني أتسافر وجيت لهون الحمد لله. كانت وجهتك الأولى هي الإمارات بعد الدراسة صح؟ طلعت أنا على الإمارات إيه بالضبط، بس خلصت الدراسة وبلشت شغل تقريبا هون مع شامل الألمنيوم والزجاج بال 2016. الشركة يعني تأسست من 2004، شركة قديمة إن شاء الله، يعني في شركة قديمة أكيد. نعم السوق أكيد. أوكي. والحمد لله يعني بلشنا الشغل هون في الشركة وكانت مع الأستاذ محمد مدير الشركة. نعم ايه، وهو المدير والأونر للشركة. طيب خبرني اكثر، ما دام انت دخلنا حكينا عن الأونر محمد الكنعان، خبرني اكثر عن سيد محمد الكنعان. محمد الكنعان يعني هو من سوريا حتى وصل. من سوريا اي بالضبط. يعني شاب طموح وعنده شغلات بحب يوصلها وعنده فكر متجدد. تمام. واشتغلنا سوا، كانت البداية كما خبرتك بال 2016 كان مستلم الشركة وعلى قدم وساق. تمام. يعني كانت الشغل كثير سلس معه وكانت. طيب كانت بدايتكم في راس الخيمة ولا بمكان ثاني؟ لا هي البداية كانت هون في راس الخيمة. يعني 2004 وصولا لليوم يعني 2019 وانتم بنفس المكان صح؟ بالضبط براس الخيمة. وبنفس الاسم شامل المطابخ؟ كان لا، الاسم بالاول كان خمسة. طيب اوكي. ايه. طيب خبرني عن موقع الشركة او موقع المصنع شامل المطابخ، إذا عندك مواقع التواصل الاجتماعي بتوصل فيها زبائن من خلالها. نحن موقعنا في رأس الخيمة خلف الراك مول منطقة القصيدات. وعندنا صفحة على الانستغرام. طبعا الشغل اللي بنشتغله بنصوره بننزله على الانستغرام كمان. هي شام كيتشن. اي نعم. وعندنا على الفيسبوك كمان نفس الشيء شام كيتشن. خبرني عن الخدمات اللي توفر او الخدمات اللي تقدموها للزبائن في المصنع. الحمد لله نحن شغالين يعني في الشبابيك الالمنيوم والابواب، وشغالين في المطابخ الالمنيوم والخشب والدريسنج روم خزان الملابس. وعندنا خدمات كثيره متعدده من حيث الزجاج ومن حيث الالمنيوم. تنقسم لعده اقسام، يعني الزجاج عندك الشاورات، الواجهات الزجاج، هالشغلات هاي الكارتونول. طيب سيد رعد خبرني عن الخامات اللي بتستخدموها في الصناعة تبعكم، يعني من وين بتجيبوها، من شو بتستخدموا، والتصاميم تبعكم من شو بتستخدموها؟ يعني عندنا بالنسبة للماتيريال في عندنا الوطني، الألمنيوم الوطني شغالين فيه من مصانع الإمارات السعودي، وفي عندنا الألماني ماتيريال ألماني كثير ممتاز على مستوى. وبالنسبة للإلكترونيات زي الأكسسوارات المطابخ كمان في الإيطالي وفي عندنا الألماني كمان. طيب إيه متعاملين يعني مع شركات تورد لنا هالأشياء هاي الأكسسوارات. طيب تعاملوا في القطاع الخاص والقطاع الحكومي؟ متعاونين مع الاثنين. مع الاثنين.
لبنان ايه الخاص. سيد رابي، بما انك مهندس في مصنع الشام للمطابخ، انت شو بتشوف انه اكثر شيء بيستخدموه الزبائن او بيطلبوه الزبائن من عندكم؟ هلا من حيث بتختلف الافكار من زبون لزبون تقريبا، يعني في من اللي بيطلب المودرن، في منه اللي بيطلب الكلاسيك الديزاين الكلاسيك، في منه اللي بيحب الاستدامه، الشيء اللي يخدم الزبون ورغبته حسب الماتيريال يعني. طيب التصاميم مثل ما قلت لك، انت بتستوقف تصاميم على خيار الزبون، مو مثلا انت بتستوقفوها يعني من خيالكم او شفتوا شيء يعني؟ يعني عندنا عده اقتراحات بنقدمها للزبون بحيث انه يكون مرتاح الزبون وما يواجه اي صعوبه مثلا باختيار الديزاين، سواء كان للمطبخ او للدريسنج روم. اوكي، طيب خبرني اكثر خطوات لتصميم او لبين ما بنوصل يعني المطبخ لبيت الزبون، شو بتسوي بالاول؟ نحن بدايه بنصير الموقع، بنشيل السايزات مع المطبخ سواء كان او الدريسنج روم، بحيث انه يكون كمان ناخذ النقاط الكهرباء هالشغلات هاي، بحيث انه نقدر نركب الالكترونيات بمكانها المناسب، السينك الشغلات هاي تكون موقعها المناسب ما يواجه الزبون صعوبات بالاشياء هاي، وبتم عمل تصميم للزبون. نقدم له عدة اقتراحات بحيث انه يختار اللي بيناسبه واللي بيعجبه والسعر المناسب هو يكون مرتاح. شو اسعاركم يعني؟ يعني السوق او ارخص يعني اسعارنا مثل السوق وحسب الجوده، يعني نحن بنعتمد على جودتنا يعني كمان حسب الجوده كل إيه. على الخامات يعني ما في شيء يعني يكون خامته حلوه بس يكون قليل سعر. اصلا الناس الحين لما بتشوف انه السعر قليل تشك في الموضوع انه الخامه مو حلوه او ما ادري شو يعني، صح؟ بالضبط ايه. طيب سيد رعد، خبرني عن الموظفين تبعكم، شو الخبرات الموجودة اللي كيف يتم اختيارهم فيها؟ يعني نحن بنختار الموظفين من حيث الخبرة العملية والمهنية تبعه، بنحب يكون الموظف جاد في عمله، قديم في العمل، عنده رغبة، عنده فكر متجدد، عنده أفكار يقدر يطرحها علينا، يكون في شيء جديد نقدر نساعد الزبون كمان ونقترحها علينا احنا. يعني نحن طموحنا انه يكون شغلنا اوسع، نتمدد على كامل الامارات باذن الله، ويكون شغلنا مع مقاولين يعني كبار ومعروفين في الامارات، في البلد مشان يبرز اسمكم في السوق. اكيد بالضبط، خصوصا لما تختار وجهه ثانيه دبي مثلا، لانه القلب النابض للبزنس يعني. بالضبط، دبي يعني المدينه التي لا تنام وعلى طول. ما خبرني زي دراج، عندكم فرع ثاني ولا لا؟ حاليا لا، موجودين بس في راس الخيمه. طيب زي دراج، احنا بنعرف انه دوله الامارات هي دوله امن وامان، انت شو بتعني لك نعمه الامن والامان في دوله الامارات؟ رساله تقدمها شو حكم الامارات علينا؟ الحمد لله، يعني الامارات تصنف من اول الدول في الامن والامان، والله يديم هالنعمه علينا. تمام، يعني كشاب سوري والوضع اللي صار في سوريا اكيد فقدنا لهالشيء هذا ولقيناه هون في الامارات الحمد لله، والله يحفظ لنا الشيوخ الامارات جميع ويطول في اعمارهم ان شاء الله في طاعه رب العالمين، والحمد لله. سيد رعد، شو خدمتك تقدم انسان، شكرا لانسان عز عليك او انسان وقف جنبك في حياتك المهنيه اللي بين وصلت لما انت عليه اليوم.
والله يعني رسالة شكر راح تكون لعدة أشخاص، مش بس شخص واحد. أول شيء الوالد الله يحفظه ويطول في عمره، وطبعا عمي الوحيد المالي غيره، والست الوالدة الله يطول بعمرها وطاعة رب العالمين إن شاء الله، أخوي عاصم قدوتي، وأولاد عمي جميع، حسام، حسان، أحمد، محمد، خالد كمان، يعني أختي مو أولاد عمي أمه.